فكر صعب استدل على بيتك؟ اللي بيسأل ما بيتوه. ليش ما قلت لي إنه أختك خطة حلوة؟ شو قصدك؟ شو يعني خطة حلوة؟ أيوة، عامل نفسك ما بتعرف. سكر كتابة تقارير من العيار الثقيل. لك الشغلة صارت مبينة. أنت عملتني كبش فدا مشان ما تواجه. حطيتني أنا بالوش وأنا صدقتك. التقي بخاف الله. أنت شو بدك فيني؟ شو بدك فيني؟ ليش عم تلعني؟ الله ربي، هلا نكرتني. قلت لك بيتي راح باع. أنا كيف بدي عوضه؟ كيف بدي عوضه؟ لك شكوى ما فيني اشتكي. بس الحق مو عليك، الحق علي أنا اللي حطيت إيدي بإيدك. لك أنت واحد مخبول، مجنون، معدوم، مجنون. في عفو يا الله، في عفو يا الله، في عفو يا الله، خلاص 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 خلاص.